السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك. ما هو؟ ما هو السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك؟ من ربك؟ بماذا تجيب؟ إذا لا تعرف الإجابة الآن هنا في الدنيا لن تجيب في الآخر. تقول ربي الله الذي رباني يعني خلقني ورزقني الله زي نهاريا سين المياهي أنزار مصون وأنزل القرآن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتربى في الباطن زمي الله سبحانه وتعالى زي نبي دناني بكماس القرآن سين نيرة كمنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا يمكن أن أعبد إلا الله روزنا بدنا الله سبحانه وتعالى إزرق زمن بحارة والأدلة كثيرة جدا تدل على أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. نعم.